التخوف ديالنا كجامعة وطنية لجمعيات المسالك اللي هي كتهتم بالحقوق الاقتصادية ديال المواطنين، وقلنا بأنه هاد الأثمنة ديال المواد الغذائية وحتى الأثمنة ديال المواد الاستهلاكية، لأن ما بقاش غير مشكل ديال المواد الغذائية بل كاين كذلك حتى مواد استهلاكية اللي هي خاصة في البناء، في مواد البناء، في عدة بغينا نقولوا قطاعات إنتاجية اللي هي حقيقة عرفت واحد الزيادات، والزيادات اللي ضرت الكاهل ديال المستهلك المغربي. فكيف ما قلنا كان هناك بيانات وتكلمنا العديد من المرات، نبهنا كذلك الحكومة باش تاخد الإجراءات اللي هي خاصة تكون كتواكب هاد الأزمة هذه اللي كيعيشوها المستهلكين المغاربة حاليا، وخصوصا احنا كنعرفوا راسنا بأنه هاد الأزمة هي نتيجة ديال الأزمة ديال الكوفيد اللي المغاربة العالم ككل المغاربة بالأخص من 2020-2021 ضاعت لهم الرواتب ديالهم الشهرية. كاينين مستهلكين اللي ما بقاوش كيلتحقوا بالعمل ديالهم، يعني أنهم ما بقاش عندهم العمل. كاينين مستهلكين اللي كذلك تنقص لهم من الراتب ديالهم أو لا تنقصوا لهم كذلك من الأيام ديال العمل. كاين بعض التجار اللي هما ضاعوا لهم كذلك التجارة ديالهم، لأنهم هما كتعتبروا مستهلكين اللي هما أصلا كمستهلكين، وكذلك الناس اللي خدامين معهم هما كذلك ضاعت لهم بعض الموارد ديال الدخل ديالهم اليومي. فكيف ما قلنا بأنه الكوفيد أثر لهم الجانب الصحي وأثر لهم كذلك على الجانب الاقتصادي. حاليا ولينا كنشوفوا بعض المنتجات اللي هي مهمة للمستهلك، وخصوصا المستهلكون ذوي الدخل الضعيف. هاد الناس هادو اللي الأجر ديالهم ما كيواكبش التطلبات والتطلعات ديال المعاش اليومي ديالهم، وبالتالي كيفاش يمكن لنا في واحد الوقت اللي هو هذاك الدخل اللي كان عادي ما كانش كيقدهم، واليوم كنعيشوا في واحد الوضعيه اللي هو ملزم انه باش يقتني واحد قرعه ديال الزيت ولا يقتني واحد كيلو ديال الدقيق خاصو يخلصوا باكثر من الثمن اللي كان كيشريه به. نزيدوا كذلك هاد الزيادات اللي هي ولات كتبان لنا في المحروقات واللي هي غادي تحرق ماشي غير الجيوب ديال المواطنين، فكذلك غادي تحرق وغادي تلهب الاسعار ديال المواد اللي هي اصلا المحروقات كتبنا على التركيبه ديال هذه الاثمنه هذه ديال هذه المواد هذو. خلينا مثلا الخضر باش يمكن لها تحرك من مكان لمكان، فهي كتستوجب انها يكون عندها النقل. ايوا النقل كذلك الى تبعنا القرار ديال هاد الجمعيه اللي قررت انها تزيد 20% بالنسبه للاثمنه ديال النقل، فهذا كيبان لنا بانه خطير وخطير جدا على المستهلكين، لانه ما يمكنش لينا مازال نزيدوا اكثر. اللي غادي نتكلموا على الزياده في المحروقات، قلنا غادي نتكلموا كذلك على جميع القطاعات اللي هي متعلقه بهذه المحروقات واللي هي اصلا ما يمكنش ليها تكون الى ما كانش شيء كذلك هذه المحروقات هذه اللي هي او لا هذا النقل هذا اللي هو غادي يمشي في هذه المنحه هذا ديال وكيبان لنا بانه راه غادي يمشي في منحه تصاعدي. وهنا كنظن بانه كاينين جوج ديال الامور اللي هي انتبهنا لها كجامعه وطنيه. هي اولا كاينين بعض الموردين اللي كينتهزوا هاد الفرص هذه وكيحاولوا ما امكن انهم يغتنموا هاد الفرص هذه باش يزيدوا على المستهلكين بعض الاثمنه اللي هي غير مقرره وغير مستحقه، وكذلك كاين الدوله كذلك خاصها تدخل في هاد الباب هذا. على مستوى الزياده في سعر نقل البضائع، يعني الجمعيه كانت في اليوم الموالي من اصدار البلاغ الغات هذاك
سميتو ديك الحقيقه الغات هو الغات قرار على اساس انها راهي في حوار مع الحكومه. ولكن الشيء المشكل الكبير اللي كاين هو انه ولاو كيبانوا لنا هاد اللوبيات المهنيه كيتصرفوا وكانه ما كاينش قانون في البلاد. فبالتالي ملي كانت المنافسه يعني خرج بواحد التصريح اللي كيقول لك بانه لا حق للجمعيات ان تقرر زياده في منتوج ما او لخدمه ما لجميع المنخرطين ديالها، لانه هذا اش كيتسمى؟ هذا راه كيتسمى اتفاق، واتفاق قانونيا ممنوع في القانون ديال 104 11 104 12. راه المنافسه الشريفه راه كتمنع انه يكون عندي انا اتفاق بين الموردين. والسي رحوم اللي تكلم على هذا الشيء راه ما تكلمش عليه من عبث، راه تكلم عليه على اساس انه كاين هناك عقوبات وعقوبات صارمه. وانايا كنطلب كذلك انه المجلس المنافسه يمشي في هذا المسار ديال التحقيق ديالو باش يتبين بانه هنا كاين هناك تلاعبات. باش اليوم مولين النقل يقول لك حنايا غادي نزيدوا، وغدا جاونا مولين المخابز كيقول لك حنايا غادي نزيدوا كذلك بسميتو عليه بصوره احاديه الثمن ديال الخبز اللي كيسوى درهم و20. فكنظن بانه حنا ولينا غاديين في العبات، ولينا غاديين في واحد الدوله اللي ما عندهاش الضوابط القانونيه ديالها، واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. اذا حتى لين غنبقاو غاديين في هذا المسار. الدوله الحكومه مطالبه من المستهلكين انها تقوم بالواجب ديالها، وتقوم كيف ما قلنا برصد هاد المخالفات وبالضرب على ايادي هاد الناس هادو. لانه الا مشينا في هذا المسار هذا راه كلشي غادي يمشي للهاويه عندنا، وغادي يولي عندنا مشاكل اقتصاديه، غادي يولي عندنا مشاكل اجتماعيه. وحنايا كنقلبوا على السلم الاجتماعي الا وحنا الا ما خديناش شي قرارات مهمه في هذا الباب هذا، فهاد السلم الاجتماعي راه غادي يمشي للهاويه كذلك. حكومه كنظن بانها ملزمه باش تلقى لنا حلول ولو انيه طبقا المقتضيات القانونيه. احنا ما كنقلبوش على شي حاجه اللي هي غادي تجينا من السماء، ولكن اذا تعاملنا غير بواحد بالقانون راه غادي يبان لنا بانه كاينين واحد المخارج اللي يمكن لنا نديرهم، والحكومه دارتهم ملي قررت الاثمنه ديال هذاك الماسك ديال الكمامات، قررت كذلك الثمن، فاش قررت الثمن ديالو ب 0.90، قررت كذلك الاثمنه ديال هذاك الجيل هيدرو الكوليك ديال اليدين حتى هو قررته ب 20 درهم للقاروره، قررت كذلك الثمن ديال سميتو عليه ديال تيست كوفيد حتى هو قررته ب 400 درهم و 600 درهم. اذا كاينين الامكانيات القانونيه المتاحه للحكومة أنها تقرر ولو بقليل باش تساعد المستهلكين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك اللي يمكن أنه الحكومة، وهذا الشيء ولا كيبان، أنه المستهلك راه ما يمكنش بوحدو يتحمل هذه المسؤولية. ولو أن الحكومة كتقول لك أودي راه هي كاين عندنا تقلبات العالمية، والتقلبات العالمية حنا متفقين، ولكن راه الحكومة كاينة هنا باش كذلك تحس بالمستهلك وتراعي ليه وتراعي القدره الشرائيه ديالو. مستوى الزيت سيلات الزيوت على مستوى التقلبات يعني الاسعار العالميه، يعني كاين امكانيه ديال الحكومه لتوفير واحد يعني اكتفاء ذاتي في هذه الماده منذ ان كان الوزير الاول وزير للفلاحه انذاك. وزير رئيس الحكومه كان وزير الفلاحه حقيقة، وكان هناك واحد العقد معقدة أو الكونفونسيون كادر بين الدولة وبين مهنيين قطاع الزيوت، اللي هو تأهيل هاد الزراعة ديال هاد المواد الأولية كالصوجة كعباد الشمس كغير هاد المنتوجات الأساسية باش يمكن لنا نصوبوا زيوت المائدة. كان في 2013 عندنا هاد الاتفاقيه على اساس انه يكون عندنا واحد الاكتفاء على الاقل
ذاتي ديال 60% من 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 هذه المواد هذه باش يمكن لنا كذلك نحميو راسنا من هذه التقلبات الدوليه. الا انه حاليا وهذا قرار هذا التقرير اللي جات به اللي جاب المجلس منافسه ما كنوصلوش حتى 3% من هذا الانتاج ديال هذه المواد هذه. فكيفاش يمكن لنا احنا اننا نديروا واحد نديروا واحد البارابلوي على على التقلبات ديال الاسعار الدوليه وحنايا حتى الاتفاقيات ديالنا ما تبعناهمش ما عرفناهمش فين وصلوا ما 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 ما, ما, ما عطاو حتى شي نتيجه ولو انه التاريخ ديالهم راه انتهى في 2020. وهذا هذا هذا كذلك كيسائل الحكومه في هذا الباب هذا، لان ملي كنتكلموا على الحكومه الحاليه ولا الحكومات اللي من قبل منا فهو مسار واحد، راه ما يمكنش نقولوا لا هذه الحكومه خاصها دير الحكومه الاخرى اللي ما دارت شيء، راه عندنا واحد مسار اللي غادي خصو يضمن الاستمراريه ديال ديال القرارات اللي كتخاد في هذا المجال هذا. وفهنا هنا كاين هناك مشاكل. اذا الا ما حليناها شيء وخلينا المستهلك كله ينزل على العاتق ديالو هذا الشيء كله، فبالتالي ملي غنقولوا التقلبات الدوليه في الاثمنه صافي كاين التقلبات المستهلكيه كل فيهم العسل، فينا هو هذا المورد؟ فينا هي هذه الوطنيه ديال هذا المورد؟ ولا المورد خاصو كيربح الهامش الربحي ديالو خاصو يبقى ثابت ما يتحركش؟ كاين هناك الضريبه على الدخل ديال الاستهلاك، ضريبه لاتيك، الضريبه على الاستهلاك الداخلي. هذه الضريبه هذه اللي هي اصلا كتاخذ فيها الدوله واحد القيمه، راه كاين هاد الضريبه على الاستهلاك الداخلي، وكاينين ضرائب اخرى، راه كاينه لا تي في ا، كاينه الياس، كاين واحد العدد من الضرائب اللي هما كيكونوا هاد التركيبه ديال هاد المنتوج ديال المحروقات. فبالتالي الا نقصنا واحد شويه من هاد سميتو هاد لاتيك هادي غير بوحدها راه غادي ننفسوا على المغاربه. الا حيدنا واحد درهم ولا جوج دراهم من الكاربيرون، دابا قلنا راه الغازوال واصل ابتداء من مدينه الدار البيضاء عليه 11 درهم، راه 10 دراهم 83 10 دراهم 84 حتى 10 دراهم 90، ايوا فين غادي مازال؟ حتى هذاك كنقولوا لهذاك لو سيب هذاك لو سيب سيكولوجيك ديال 10 دراهم ما خصناش نوصلوا، حنا راه دابا فتناه. اذا بالتالي غادي تزادوا غادي هاد الناس اللي في هذا القطاع هذا ديال النقل غادي يولي يقول لك اسيدي حنا ما يمكنناش نستحملوا هذا الشيء، شكون غيستحملوا ثاني كذلك؟ غادي نعاودوا نرجعوا للمستهلك ولا غادي يستحمل هذا الشيء كله؟ واش المستهلك غادي يبقى دائما يعاني في صمت؟ ما كنظنش. وتا في دول اخرى يعني لقينا شي نماذج دول اخرى كيفاش دعمت المواطن ديالها في مستوى ارتفاع الاسعار. مثال ناخذ غير مثال في فرنسا، مثال في فرنسا كاين هناك الدوله اختارت قرارات سميتو بمساعده المواطنين ديالها. فمن كنعرفوا بانه كان هناك مشكل ديال الغاز وديال دونك وفي الدول الاوروبيه خاصه هاد الماده ديال الغاز هي ماده مهمه جدا عندهم. فبالتالي فرنسا عطات 100 اورو لكل مواطن باش تدعمو في الغاز كل شهر، عطات 100 اورو لكل مواطن باش تدعمو في ماده في الزياده في التغلب على الزياده ديال المحروقات. فبالتالي هادو غير 100 امثله. حنا يمكن الحكومه عندها راه يمكن حتى هي غادي عندها الاليات اللي غادي تقدر تخدم بهم وتخفف العبء على المستهلك. نعم ربما على مستوى التسقيف ديال الاسعار اللي فات واحد السعر معين واحد ارتفاع معين المحروقات الدوله تحاول تدخل. كاين كذلك كيف ما قلنا بان فاش تكلمنا على الكمامات وتكلمنا على الجيل الهيدرو الكوليك وتكلمنا على لي تيست كوفيد، فهنا هاد المنتوجات هذه راها محرره. ما الدوله كتدخل محرره ولكن الدوله دخلات طبقا للماده 4 من قانون المنافسه 114 ودخلات باش حددات هاد الاثمنه هذه. فشنو هو المانع عند الدوله الى دخلت كذلك وحددات بعض الاثمنه اللي هي ضروريه للاستهلاك
ديال المواطنين ديالها، وخصوصا هذوك المواطنين اللي قلنا اللي كنقولوا عليهم هما ذوي الدخل الضعيف، راه هذوك الناس اللي ما عندهمش اللي غادي يحميهم وما عندهمش اللي غادي يراعي لهم من غير الدوله ديالهم اللي غادي تحميهم وغتراعي لهم. راه الا ما خداتش شي القرارات باش تحمي هاد الناس هادو، راه هاد الناس هادو مساكن راه غادي يمشيو في الضياع. فبالتالي كنظنوا حنايا كجامعه وطنيه جمعيه المسالك انها من الامور اللي هي خاصها تاخذها الدوله وانيا هي انه تشوف حلول باش يمكن هاد الزيادات ما تطروش على المواطن وخصوصا المواطن ذوي الدخل الضعيف.